أخوتي أخوتتي وليداتي بناتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سل المجرب. في هذه الحلقة بغيت نقترع عليكم أنكم تغوصوا شوية في واحد تجربة إنسانية من خلال كتاب رواء مكة للدكتور حسن أريد. حسن أريد شخصية معروفة، وهو كان ناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وكان عامل جهاد التفيلات، وكذلك كان بين التلاميذ النوابغ اللي كان عندهم حظ أنهم درسوا مع الأمير أنذاك سيدي محمد. من خلال هذا الكتاب غتغوصوا في التجربة الإنسانية اللي خاضها سي أريد، لكي يقول عن نفسه بأنه كان بعيد عن الإسلام، فهو انشأ في واحد بيئة تقليدية في الرشيدية اللي كانت تسمى قصر السوق، وكان مع الأسف مع تقدم العمر انسى الله سبحانه وتعالى فأنساه نفسه. ولكن من خلال البحث في هذا الوجود، ومن خلال مجموعة من التساؤلات والأسئلة اللي كطرحها، جاته فرصة أنه يمشي الحج، رغم أنه كان فرص كانوا كيجيو ما كانش يبغي يمشي الحج، ولكن هذه المرة قرر أنه يمشي الحج، أو جاته فرصة باش يمشي الحج، قال غتكون مناسبة أنه يشوف كيفاش الأمور ديال الحج كيفاش كتمشى. ولكن إذا به في أثناء الحج انفجر الإيمان في القلب ديالو في موقف معين كيحكي ليه، ومن ثم اكتشف ذاته، ومن اكتشف ذاته كان مع الله سبحانه وتعالى. وأنا من قريت الكتاب صراحة بقيت كنتذكر الحلقات اللي تكلمنا عليها، وهي مسألة ديال الثقة في النفس، ومسألة ديال اكتشاف الذات، أنه الإنسان يرجع لذاته ويغوص فيها باش يعرف ذاته، ومن خلال ذاته كيعرف الله سبحانه وتعالى وكيتمسك بذلك الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وهي من الأسباب الكبيرة في النجاح وفي الهداية وفي مواجهة مجموعة من الصعاب. وكذلك هو كان في الكتاب كما قال في الكتاب وكما قلت لكم قبل في الحلقات، كان صريح مع نفسه، لأن الإنسان كي يختلي مع نفسه لابد أن يكون صريح معها، ما يكذبش عليها، وكان كيدون كل ما كان كيشوفه وكل ما كان كيحس به. هنا نرجعوا للدور الكتابة اللي كتكلم عليها، وهذه الكتابات اللي كتبها بقى مدة هو كيتردد واش غادي ينشرها ولا ما ينشرهاش، ولكن في الأخير قرر أنه ينشرها، وكانت بمثابة بوح مع القارئ. والقارئ اللي غادي يقرأ الكتاب غادي يغوص في ديك الأحداث، وغادي يغوص في ديك النفسية، وغادي يغوص في واحد مجموعة من المناظر اللي يذكرها، وكذلك غادي تطرح عليه مجموعة من الأسئلة اللي ممكن أنه القارئ حتى هو يكون طرحها. وأنا شخصيا وجدت فيها نفسي، كاين محطات كثيرة 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 من الكتاب مريت منها، وتساؤلات طرحتها، وملاحظات سجلتها، وخاصة لأنه حتى في الأماكن اللي كان كيكون فيها الأماكن، حتى أنا دزت من ذلك الأماكن، ولو بتجربة مغايرة، ولكن مسني بزاف في نفسيتي وأثر فيها بواحد الشيء كثير. والكتاب أنا تعرفت عليه من خلال التقديم اللي داروا المقرئ أبو زيد، ومع الأسف لما كتذكر المقرئ أبو زيد واحد الرماح كتجبد، واحد السيوفة كتجبد ضده، والناس كيبقاو ينوضوا عليه واحد الزبعة، ما كيناقشوش الأفكار، ولكن كيناقشوا الشخص وتصرفاته، لأنه كيختلف معهم سياسيا. ولكن أنا أعترف
على أنه سي أبو زيد في مجلس علمي بحضور علماء أجلاء معروفين عرف كيفاش يقدم الكتاب، وقدمه بلغة عربية سليمة. يعني كتعرفوا حنايا ملي كنكونوا حاضرين مع المشارقة كيفاش كتبان اللغة العربية ديالهم وكيفاش كتبان اللغة العربية ديالنا معهم. ولكن مقرئ أبو زيد الحمد لله لأنه نشأ في بيت العلم وعنده تجربة كبيرة وقرأ عدة كتب، بمعنى أنه كانت واحد منبع لغنات الرصيد اللغوي ديالو، وكان أمين في نقل أو تلخيص فكرة الكتاب. ولما يقل الكتاب رجعت للتقديم ديالو فلقيته وفي ما زادش عليه حتى شي حاجة. وحنا مع الأسف ملي كنشوفوا هاد النقاشات كنتأسفوا، حنا بغينا المغرب ديالنا، المؤسسات ديالنا، المرابر ديالنا تكون فيها نقاش حر، نقاش واحد المستوى مترفع، ماشي غير أنا نفرت الفكرة لأنه هذاك فلان قالها لأنه ينتمي إلى الحزب الفلاني أو ينتمي إلى الجماعة الفلانية أو أختلف معها فلسفيا ووجوديا وكذا. فأنا كنقترح عليكم أنكم تقرأوا رواء مكة، وهو موجود في مكتبات، موجود كذلك في الإنترنت بصيغة PDF إذا كانت حقوق المؤلف تسمح بذلك، وقرأوه بتأني. أكيد أنكم غتوجدوا فيها مجموعة من الأمورات اللي قريناها إحنا واللي شفناها في الحلقات السابقة، وأكيد أنه غادي يأثر فيكم لأنه هي تجربة إنسانية، وأكيد أنكم تلتقيوا في مجموعة من النقاط. وأنا أصرح ليس لي أي قرابة مع السيد حسن أريد، وليس لي أي قرابة مع المقرئ أبو زيد، وليس لي أي عداوة مع إن كان من المثقفين أو من السياسيين. وبغيت نحيلكم على واحد الفقرة ذكرها الدكتور حسن أريد في كتابه: عجبا فيما كنت من ذي قبل لا أهتدي لأسرار القرآن، كنت من المقمحين، كم من مرة مررت على الكلمة ولم أهتدي لمعناها، كما مررت على الحياة ولم أنفذ للغاية منها. هل تدري يا صاح ما المقمح؟ هي البعير حينما تغلها أغلال تشد رأسها وتمنعها أن ترد الحوض. هي ترى الماء ولكنها لا تهتدي إليه لأنها لا تستطيع النزول إليه. كنت مقمحا رافع الرأس أبى أن أنحني معتدا بعقلي ووضعي، فلما انحنيت ارتويت، كان انحناء وركوعا وسجودا لأنهل من نبع صاف يسبغ علي حياتي على حياتي معنى ويسري عني من الدنيا ويمدني بالقوة ويمنحني العزة والكرامة. أيها المشاهدون الكرام، شكرا لاهتمامكم وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.